وافق مجلس الشورى على رفع مشروع القانون بالتصديق على النظام الاساسي لمركز العمل لمنظمه التعاون الاسلامي الى مجلس النواب وذلك تمهيدا لتصديق جلاله الملك المفدى عليه وذلك خلال عقد الجلسه برئاسه معالي السيد علي بن صالح الصالح باستخدام تقنيه الاتصال المرئي عن بعد بدأت جلسة مجلس الشورى أعمالها بإخطار أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية إلى جانب قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ثلاث لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتمت إحالتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فضلا عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب وتمت إحالة هو اختار المجلس باحالته الى لجنه الشؤون التشريعيه والقانونيه، وخلال الجلسه تمت مناقشه تقرير لجنه المرافق العامه والبيئه بشان مشروع قانون باصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم 29 لسنه 2018، والمتضمن توصيه اللجنه بالموافقه على مشروع القانون من حيث المبدا. ومناقشه الدباجه والمواد حتى الماده الحاديه والتسعين من مشروع القانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامه حيث قرر المجلس الموافقه على توصيات اللجنه المختصه بشانها على ان يستكمل مناقشه باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسه القادمه